معانا على التليفون دكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عشان نعرف منه كل التفاصيل. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح النور. يا اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا. يعني في البداية فندم عايزين نعرف اهم التخصصات الموجودة في هذه الوحدة. هو انا طبعا سعيد جدا يعني وبهني الشعب واهالينا من محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة بافتتاح هذه النوع او يعني الوحدة المتميزة لرعايات قسم الحوادث. احنا طبعا في قسم حوادث موجود في المستشفى من ساعة انشائها، لكن هو الجديد ان احنا افتتحنا قسم رعايات مركزة خاصة بالحوادث، وده نوع جديد من الرعايات المركزة بيتعامل فيه زي ما حضرتك قلت في التقرير تحت اشراف قسم الرعايات الحرجة مع التخصصات الاخرى من عظام ومن جراحة ومن اوعية دموية. قبل كده كانوا العينين بيجوا الحوادث ويتوزعوا على الاقسام، فاحنا فكرنا ان احنا نعمل قسم او وحده منفصله للرعايات الحرجه للحوادث ومصاب المصابين يعني. اتفضل يا دكتور. طبعا انا سعيد جدا ان احنا يعني في حوالي 32 سرير اضافه الى الرعايات الحرجه او اسره الرعايات الحرجه بالمستشفى الجامعي، ويشرف عليه اساتذه متخصصين في كل التخصصات تحت اشراف الرئيسي لقسم الرعايات الحرجه. ده هيبقى اضافه كبيره لان احنا عندنا مشكله في نقص عدد الاسره، وبيبقى في بعض الحالات والواحد يعني عشان طبيب فبيبقى مشتاق جدا انه يجي لي عيان وما الاقيش سرير رعايه، خصوصا لما يكون عيان مصاب في حادثه فبيبقى لازم تدخل سريع. ان شاء الله ده يعمل انفراجه كبيره جدا في المحافظه. وزي ما حضرتك عارف احنا المستشفى الجامعي في جامعه بن سويف بتستقبل بالاضافه الى قاطني المحافظه مرضى من شمال من جنوب الجيزه ومن شمال المنيا ومحافظه الفيوم، وعندنا طرق يعني حوالي 4 طرق يعني سريعة، فنسبة الحوادث عالية شوية، فطبعا دي إضافة. وإن شاء الله أتمنى إن إحنا يعني ما يبقاش في مريض يجي للمستشفى الجامعي في محتاج سرير رعاية مركزة إلا ونستقبله. طيب دكتور منصور بعد التحية، يعني حضرتك تحدثت إن هي وحدة مجهزة بالكامل، ويعني حضرتك حاولت تشرح لنا الفرق بينها وبين قسم الطوارئ اللي بيبقى موجود في اي مستشفى عامه حتى لاستقبال المصابين المتضررين طبعا من الحوادث، بس حابه افهم من حضرتك اكتر يا فندم، يعني ايه اللي بيحصل؟ زي ما حضرتك قلت في قسم طوارئ بالفعل موجود في اي مستشفى، لكن كل مستشفى بيبقى فيها قسم طوارئ، بيجي العيان يتشاف وبعد كده يتوزع على اذا كان هيخش عمليات او اذا كان هيروح اقسام داخليه. صحيح. ده كان عندنا موجود اوريدي موجود، وعندنا رعايه حتى للعمليات، رعايه يعني اسره رعايه مركزه مخصصه للمرضى اللي هيخشوا العمليات او يطلعوا من العمليات، لكن الوحده دي الاسره دي خاصه بكل المرضى اللي جايين للحوادث. صحيح. بدايه اتفضل. مش هيتوزع، لا ده هو القسم ده او الرعايات دي خاصه بالحوادث، والاطقم الطبيه من التخصصات المختلفه موجوده فيه. يعني لو لا قدر الله مريض احتاج عمليه على سبيل المثال مثلا، هيخش على طول. يعني انا اقصد ان ده يعني مختلف عن قسم الرعايات المركزه العاديه، ان ده فيه كل التخصصات. يعني بيشترك في العلاج الجراح والعظام و الأوعية الدموية والتجميل تحت إشراف الرعاية المركزة. طيب مش هل نفس الأطقم الطبية تمام نفس الأطقم الطبية الموجودة في الرعاية المركزة العادية؟ الأطقم الطبية موجودة كلها في الرعاية. أقصد نفسها هي اللي موجودة في هذه الوحدة ولا في اختلاف؟ نعم. نفس الأطقم الطبية اللي موجودة في العناية المركزة وفي الرعاية المركزة اللي موجودة في المستشفى، هل هي نفس الأطقم اللي موجودة في هذه الوحدة لاستقبال حالات الحوادث ولا في اختلاف؟ فريق تاني بقى يعني مهمته الرعايات دي، بحيث ان المريض بيجي بيتشاف من كل التخصصات وتحت اشراف بيبقى موجود في المكان، ويكون في سرعه في التعامل كمان مع الحاله. الاول كان بيجي مثلا عيان محتاج عظام بنوديه قسم العظام او يخش الرعايه الخاصه، لا ده هو العيان موجود
في هذه الوحده، وبيشرف عليه كل يعني اطباء من كل التخصصات في نفس الوقت. طيب ده يتطلب ان الوحده تكون مؤهله بشكل مختلف يا فندم عن قسم الطوارئ. هي فعلا مؤهله ومجهزه بكل الاجهزه اللي تتيح للفريق الطبي بانه يقوم بعمله. ازاي يا فندم؟ يعني كل الاجهزه موجوده. مفهوم مفهوم. يعني ايه يعني فكره انها تكون مؤهله بهذا الشكل؟ لازم يكون في بخلاف الاجهزه لازم يكون في استعداد بشكل محدد. في غرف عمليات خاصه بالطوارئ منفصله. يعني العيان ما بيخشش في الدايره ان يتوزع على الاقسام، لا، يعني دي رعايه مركزه بتستقبل المريض المصاب وبتحضره اذا كان هيخش عمليه، وبتحضره اذا ما كانش هيخش عمليه يستقبل علاج في قسم الحوادث، ما يتوزعش على الاقسام، والفرق الطبيه هي اللي بتتنقل له لهذا القسم. ده بيقلل اللود على الاقسام الاخرى والرعايات الاخرى، وفي نفس الوقت بيبقى فريق طبي متكامل. من اعتقد الفريق الطبي كمان لازم يكون مؤهل بشكل مختلف لسرعه التعامل يا فندم، مظبوط؟ ما هو طبعا دول متخصصين في التروما في الطوارئ والحوادث. عظيم، كل الشكر ليك يا فندم دكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف.